إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا يا باغي الخير أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين حلت أحب الله خير للأنام بها النفحات من فيض ونور وعرفات فشمر للصيام بها النحر الذي قد قال فيه إله العرش ذكرا للأنام ألا يا باغي الخيرات أقبل فإن الشهر شهر للكرام إذا استهواك شيطان فأدبر ولا تركن إلى الفعل الحرام ها هي قد أقبلت علينا أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة وهي في شهر الله الحرام شهر ذي الحجة فإن أهل الجاهلية غيروا وبدلوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لقد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فكانوا يقدمون ويؤخرون في الشهور بحسب أهوائهم فكانوا مرة يحجون في المحرم ومرة في ذي القعدة ومرة في ذي الحجة ولما أرسل وفى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استدار الزمان كهيئته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الزمان قد استهدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يعني الزمان رجع كيوم أن خلق الله السماوات والأرض بعد هذا التبديل والتغيير والتحريف والنسيء من أهل الكفر والزيادة والنقص رجع الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فالسنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات وهو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرض وهو رجب
والحكمة في أن الأشهر الحرم ثلاث متواليات وواحد فرض وهو رجب في وسط الحول، كما قال ابن كثير رحمة الله عليه أن الثلاث المتواليات ذو القعدة حرم القتال فيها، فيقعدون عن القتال حتى يمكنهم الوصول إلى مكة. وذو الحجة أيضا من الأشهر الحرم التي كان أهل الجاهلية يعظمونها، فكان الواحد منهم إذا رأى قاتل أبيه لا يهجوه ولا يشتمه ولا يتعرض له، تعظيما للشهر الحرام، تعظيما للشهر الحرام. فأيضا شهر الله الحجة لأنهم يؤدون فيه المناسك. أما المحرم الذي بعد ذي الحجة فأيضا من الأشهر الحرم. لماذا؟ لأنهم حتى يتمكنوا من الرجوع إلى بلادهم. فهذه ثلاث متواليات. أما شهر رجب فهو شهر محرم فرض، هذا شهر فرض في وسط الحول حتى يتمكن من يريد العمرة من أقاصي البلاد في تأديتها في أمن وأمان، في أمن وأمان. اعلموا رحمكم الله أن مواسم الطاعة لا تنقطع، بل هي دائمة ومستمرة في أمة الإسلام، فاغتنموها فاغتنموها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه العشر إنما فضلت، فضلها الله عز وجل، ولعظمتها أقسم الله عز وجل بها. والله عز وجل العظيم ما يقسم إلا بالعظيم. فقال الله عز وجل: والفجر وليالي العشر. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وليالي العشر هي ليالي ذي الحجة، كما قال ابن عباس ومجاهد وابن الزبير وغيره في تفسير وليالي العشر. وقال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لليالي العشر، قال: قد يكون المقصود بها ليالي العشر من رمضان الأخيرة، وقد يكون المقصود بها العشر الأول من ذي الحجة. قال أبو عثمان النهدي رحمة الله عليه: قال كان السلف وكان من قبلكم يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان، لفضلها وعظم شأنها ومكانتها. كانوا يخصونها بالعبادة ويجتهدون فيها ما لا يجتهدون في غيرها، وهي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل في حقها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه هي أيضا الأيام المعلومات. وأيضا من فضائلها أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيرها، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني
يعني هي أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، العمل فيها، العمل الصالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج في سبيل الله فلم يرجع بشيء من ذلك، لم يرجع لا بماله ولم يرجع بنفسه، بل قتل في سبيل الله. وفي رواية: إلا من عفر وجهه بالتراب، إلا من عفر وجهه بالتراب، أي إلا من قتل في سبيل الله وفقد ماله ولم يرجع بشيء من ذلك. فالعمل الصالح لا يسمى العمل الصالح عملاً صالحاً إلا بشرطين: أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله عز وجل، تتصدق فتنوي بذلك أنه لله، أن تفعله خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى، تصلي تبتغي وجه الله، تقرأ القرآن وتذكر الله ابتغاء رضوات الله، لا تريد سمعة ولا رياء ولا مرضات الناس، إنما تريد وجه الله عز وجل. هذا هو العمل الصالح. فكل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى، موافقاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فهو أفضل من العمل الصالح في غيرها، بل هو أفضل من رجل خرج في الجهاد في سبيل الله ولكنه لم يقتل في سبيل الله، لم يقتل. لذا ينبغي على المسلم أن يجتهد وأن يحرص على اغتنام هذه الأيام، على اغتنام هذه الأيام العشر بالعبادة وبالقرب من الله عز وجل. وأفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل هو الفرائض. أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: ما تقرب عبدي إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو الفريضة. بعض الناس قد يصوم في العشر الأوائل من ذي الحجة، وبعض الناس قد يذكر الله ويقرأ القرآن ويحافظ على السنن في هذه العشر، لكنه لا يحافظ على صلاة الجماعة، لكنه لا يصلي الظهر في المسجد ولا يصلي الفجر في المسجد، فهذا ترك ما هو أوجب وانشغل بما هو أقل وجوباً، ترك الفاضل وانشغل بالمفضول، وانشغل بالمفضول. بل أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو ما افترضه الله عز وجل عليه، ما افترضه الله عز وجل عليه. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى سليمان ابن أبي حزمة وقد رآه ولم يراه في صلاة الفجر، وهو يصلي الفجر، فتفقد أصحابه فلم يرى سليمان بن أبي حسمة في صلاة الفجر، فخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في طريقه في الصباح إلى السوق، فرأى أم الشفاء أمه أم سليمان بن أبي حسمة، فقال لها: ما بال سليمان لم نره في صلاة الفجر، صلاة الفريضة؟ قالت: لقد كان يصلي صلاة الليل فغلبته عيناه، يعني نعس نام ولم يصلي الفجر. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لأن يصلي سليمان أو لأن يصلي الرجل منا صلاة الفجر في جماعة أحب إلي من أن يقوم الليل كله،
من أن يقوم الليل كله. لكن بعض الناس يقول هذه سنة نتركه، الصيام سنة نتركه، التكبير سنة نتركه، ويقولون نترك السنة. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. من الذي يحبك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر بها، وكنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو الفراغ، ثم بعد ذلك تحرص على السنة. لا تقول هذه سنة، لا تقول هذه سنة. ما كان السلف الصالح يقولون هذا فرض أم سنة، بل كانوا يفعلون الشيء لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ما كانوا يفرقون بين الفرض والسنة كما نفعل في زمن. لكن الذي يترك الفرض آثم وهو معاقب أمام الله عز وجل، أما الذي يترك السنة فإنه قد فاته الخير الكثير. فركعة الفجر سنة، ولكنها خير من الدنيا وما فيها. وصلاة 12 ركعة في اليوم والليلة يصيبك الله عز وجل بها، ويبني الله لك بها بيتا في الجنة إذا حافظت على 12 ركعة في اليوم والليلة، يبنى لك بيتا بالجنة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعلي بلال رضي الله عنه وأرضاه في الجنة. لماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان ما أحدث إلا وما توضأ إلا وصلى ركعتين لله عز وجل. وأيضا من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وإذا ذكرت الله خاليا وتصدقت في الخفاء فإنك تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن ممن يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فاحرصوا وعاهدوا الله على السنن. ومن فضائل ومن هذه الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام ألا وهي التكبير والتسبيح والتهليل والتهليل. فقد روى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من العشر الأول، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. التسبيح أن تقول سبحان الله، التحميد أن تقول الحمد لله، والتهليل أن تقول لا إله إلا الله. فلأن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها، وخير مما طلعت عليه الشمس، خير مما طلعت عليه الشمس. لأن تقول الله أكبر كما قال عمر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، الله أكبر. ولذلك كان السلف الصالح يكثرون من التكبير في العشر الأول من ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. هذه هي الأيام المعلومات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العشر الأوائل من ذي الحجة تكثر فيها من التكبير. حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما هو وأبو هريرة رضي الله عنهم كانوا يكبرون حتى يسمع الناس تكبيرهما فيكبرون بتكبيرهما. كان لابن عمر قبة في منى، في أيام منى، فكان يكبر فيسمعه من في مسجد الخيف في هناك في منى، فيكبرون بتكبيره، ويكبر أهل السوق بتكبيرهم.
تكبر جهرا لكنه لا يكون تكبيرا جماعيا. من السنة وأنت في الطريق تكبر، وأنت في البيت تكبر، وأنت في طريقك إلى المسجد تكبر، وأنت في عملك تكبر. هذه من السنة المهجورة في زماننا، فإن التكبير من أزكى الأعمال وأفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. إيه اللي أفضل من كل ذلك؟ إيه اللي أفضل من إنفاق الذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله، وأحب شيء إلى الله، وأزكى شيء، وأطهر شيء عند الله عز وجل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا كانت هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا؟ قال ابن حجر رحمة الله عليه: قال: هي أفضل أيام الدنيا لاجتماع أعمال الخير فيها، من الصلاة والصدقة والصيام والحج والنحر والأضحية ورمي الجمرات في وحلق الشعر، وكل هذه العبادات اجتمعت في العشر الأول من ذي الحجة. بل إن هذه العشر فيها يوم هو من أفضل أيام الدنيا، هو يوم عرفة، يوم هو أصعب يوم على الشيطان، لا يرى فيها الشيطان. أدحر من هذا اليوم ولا أحقر من هذا اليوم، فإنه يتحصر في هذا اليوم. كن في طول العام يغوي الناس، ولكن في هذا اليوم فإن الله عز وجل يغفر لعباده في عشية عرفة وفي يوم عرفة. بل إن صيام يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه، أن النبي قال: صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي مضت والسنة التي بعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكفر سنتين، سنة مضت وسنة مقبلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ينبغي أن يحرص عليه العبد في هذه الأيام، ألا وهو صيام العشر، صيام التسع أيام من ذي الحجة. فإنه قد كما روى هنيدة ابن خالد عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة، وصوم يوم عشراء، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لكن قد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم أنها قالت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. كيف نوفق بين الحديثين؟ هل هناك تعارض بين حديث عائشة وبين حديث هنيدة بن خالد وما روته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفصة وهنيدة يقولون أن النبي صام، وعائشة تقول أن النبي لم يصم. وجه العلماء ذلك، قالوا بأن عائشة قد
تكون لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صامها لعارض أو لسفر. ربما الوقت الذي كان حضر فيها النبي عندها أنها لم تره يصوم هذه العشر، لماذا؟ لعارض أو لسفر. ثم إن أهل العلم قالوا أن المثبت يقدم على المنفي، المثبت يقدم على المنفي، فمن أثبت شيئا يقدم على المنفي لأنه زيادة علم. وأيضا مما يدل على أن الصيام مشروع في هذه الأيام أنه من جملة الأعمال الصالحة. الرسول قال ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من العشر هو المزيد. والصيام من جملة مين؟ من جملة العمل الصالح. لذا ينبغي علينا أن نحرص على الصيام في هذه الأيام، وآكد هذه وآكد الصيام يكون يوم عرفة. وفضلت هذه الأيام لأن فيها يوم عرفة ولأن فيها الحج، زوار بيت الله يزورون بيت الله عز وجل في هذه الأيام، فيفدون إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الحرام، وهو أعظم شعيرة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أو أمه. وأيضا فضلت العشر لأن فيها يوم النحر، يوم النحر وهو يوم ذبح الأضاحي، ويوم يعتبر من يوم الحج الأكبر بعد يوم عرفة، لأنه فيه يوم أن ينتقل الناس من مزدلفة. طبعا في يوم الثامن يوم التروية يبيت الحجاج يوم 8 ذي الحجة في منى، وهو سنة من تركه فلا إثم عليه، يبيتون ويصلون الظهر والعصر والعشاء والمغرب قصرا بدون جمع في منى، ثم بعد أن يصلون الفجر يتوجهون إلى عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يقضون يومهم في يوم عرفة أفضل أيام الدنيا، ثم بعد الغروب ينتقلون ويدفعون إلى مزدلفة ولا يصلون المغرب والعشاء في عرفة، بل بعد المغرب يدفعون إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يبيتون، وكلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يصلون المغرب والعشاء، المغرب والعشاء العشاء قصرا، يصلون جمع تأخير، ثم يبيتون في مزدلفة حتى الفجر، فيصلون الفجر ويمكثون في مزدلفة حتى تصفر الشمس، ثم قبل طلوع الشمس ينتقلون من مزدلفة إلى مرة أخرى إلى منى، ويرجعون إلى منى، كان فيهم 8 في منى، ثم يرجعون إلى منى مرة أخرى ويقضون بهم يومان أو 3 أيام كما قال الله عز وجل في كتابه وكما هي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يغتنم هذه العشر، ولعلها تكون آخر عشر لنا. كان بيننا في العام الماضي أناس يعيشون بيننا، والآن هم تحت التراب، فعش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وصادق من شئت فإنك ستتركه. لذا ينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يجدد التوبة إلى الله عز وجل، وأن لا يظلم نفسه. فالله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك في مثل هذه الأيام، فإن الخطيئة والإثم والذنب في هذه الأيام أعظم من الذنب في غيرها، في غير هذه الأيام. الذي يعصي الله عز وجل في هذه الأيام أعظم ممن يعصي الله عز وجل في غير الأشهر الحرم، والذي يعصي الله عز وجل في البلد الحرام أعظم
إثما ممن يعصي الله عز وجل في غيره من البلاد لشرف الزمان والمكان. لذا ينبغي علينا أن نحرص على اغتنام هذه الأيام بالذكر وبقراءة القرآن وبالتوبة من الله عز وجل. هذه الأيام ليست أيام لعب ولهو، هذه الأيام ليست أيام مشاهدة المباريات والأفلام والمسلسلات، هذه الأيام ليست أيام تضييع أوقات أو لعب كرة، إنما هي أيام تقبل على الله عز وجل أفضل أيام الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغفر لهم في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، واجمع شملهم واجمع شملهم وكلمتهم ووفقهم لما تحبه وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم.